تستخدم في مصر. خلونا نبدأ بالزيارات اللي بيقوم بيها حاليا، التحركات والزيارات الميدانية اللي بيجريها الكابتن الخطيب على رأس وفد، ويتحرك مع مجموعة من ممثلي مجلس إدارة النادي ومن ممثلي الإدارات التنفيذية في النادي الأهلي. كان في زيارة مهمة أجراها الكابتن الخطيب وتفقد من خلالها العمل الجاري تنفيذه وعملية التطوير وتنفيذ البنود الخاصة ببرنامج عائلة الأهلي كما جاءت في البرنامج الانتخابي لقائمة الكابتن الخطيب، واستعراض كل أوجه التطوير في الأنشطة المختلفة في فرع مدينة نصر. هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر، هيكون معانا بعد قليل على الهاتف اللواء حسن مسعود مدير فرع الأهلي بمدينة نصر، ونتعرف من خلال هذا الاتصال على ما تم التوافق عليه، توجيهات مجلس الإدارة بقيادة كابتن الخطيب، أيضا الخطوات اللي تمت بالفعل والجدول الزمني والتفاصيل المعلن عن استهداف تحقيقها في الأيام القادمة. معانا على الهاتف اللواء حسن مسعود. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير على أسرة البرنامج والقناة وعلى أعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. اهلا بحضرتك. يا ريت يعني متهيألي جماهير النادي الاهلي واعضائه ومشاهدي القناه اللي بيتابعوا حضرتك دلوقتي عايزين يتعرفوا على كل التفاصيل الخاصه بالجوله اللي تمت النهارده في فرع مدينه نصر، طبعا الوفد اللي كان في النادي بقياده الكابتن الخطيب، واهم الامور اللي تمت مناقشتها واستعراضها مع الكابتن الخطيب اليوم. طبعا النهارده الكابتن الخطيب حاضر النهارده تقريبا الساعه 10، ومعانا المدير التنفيذي والمستشار الهندسي والمنسق الهيئه الهندسيه وكافه العناصر. وكان النهارده الغرض من الزياره هو تفقد طبقا لبرنامج عائله النادي الاهلي، تفقد ما يتم من مشروعات كبيره ومشروعات خدميه تقدم للساده الاعضاء. حاضر النهارده ابتدينا يمر ويطمئن على البرنامج الزمني الموجود ومعدلات الاداء ومعدلات التنفيذ. ابتدى الزياره بان احنا في عندنا حضرتك موضوعين، موضوع مشروعات كبيره زي الفود كورت وزي ده الاكستنشن بتاع الحديقه الرئيسيه وزي الكريزي ووتر على المنطقه الترفيهيه والاسوار. في مشروعات او موضوعات خدميه اداره النادي بتعملها بخدمات للاعضاء زي تطوير جميع دورات المياه اللي هي لم تخش في عمليه التطوير. ابتدى الكابتن محمود ابتدى يسمع مننا ايه هو الاعمال الجاريه دلوقتي ومع التنفيذ معدلات التنفيذ ايه، وده متماشي مع البرنامج الزمني المخطط ولا لا. وابتدى يتفقد عمليا ان احنا توجهنا لكل مكان بالنسبه للخدمات. جميع الحمامات عندنا حوالي 5 حمامات زي حضرتك شايف في الصوره دلوقتي يتم تطويرها على احدث مستوى. والحاجه اللي احنا الجديده اللي احنا بنعملها ان احنا بنعمل مكان لذوي الاحتياجات الخاصه كل حمام. تفقد وابتدى يسال ويستفسر من الناس المختصين وعن مطمئن على معدلات الاداء والجدول الزمني للتنفيذ. والحمد لله كان ماشي باسرع مما هو كان مخطط ليه. في ابتدينا نمر على او يمر كابتن على المشروعات الكبيره زي ابتدى بالفود كورت اللي هو عند امتداد الحديقه الرئيسيه وقابل المقاول وقابل الاستشاري، واطمئن ان معدل الاداء ماشي زي ما هو مخطط طبقا للجدول الزمني. فالحمد لله اطمئن وبص وشوارف، وان شاء الله ميعاد هيكون الانتهاء من هذا المشروع بالنسبه للفود كورت على في نهايه ديسمبر. طب كويس جدا سياده اللواء ان حضرتك بتكلمنا كمان وبتطمن الساده المشاهدين على الجدول الزمني والتواريخ المحدده للانتهاء من العمل ان شاء الله بشكل فيه كفاءه عاليه جدا كما هو معتاد في اي عمل بيقوم به النادي الاهلي. عايزين نتكلم مع حضرتك او نعرف تقريبيا الوقت المحدد للانتهاء من اعمال التطوير والتحديث في فرع مدينه نصر من داخل وخارج النادي بشكل عام. هو حضرتك طبعا تعرف حضرتك ان في جدول زمني وجدول اداء بالنسبه اللي هيتعمل السنه دي، زي ما قلت حضرتك اللي هيتعمل كمشروعات كبيره في التطوير اللي هو الفود كورت والكريزي ووتر الترفيه والاسوار. الكابتن مر او رئيس النادي مر على الثلاث مشروعات الكبيره دي وناقش بالنسبه معدلات الاداء ايه، جدول الزمني ايه. والحمد لله انا بطمنك وبطمن الساده المستمعين او المشاهدين ان معدل الاداء الحمد لله ماشي بنسبه 100% طبقا لما هو مخطط ليه. خلص الفود كورت طلعنا على الاسوار بره واطمئننا على الاسوار وعلى الاداء وعلى النشر الحمد لله
النهارده المنظر بره كان يعني حاجه مشرفه، والاداء ماشي زي ما حضرتك شايف، والمعدلات ماشيه، الاداء ماشي طبق المعدلات بل اسرع شويه الحمد لله. طيب. احنا المشروعات الكبيره دولت بينتهوا على نهايه ديسمبر ان شاء الله. ان شاء الله موفقين، واحنا دلوقتي ماشيين باداء يعني اذا ما كناش بنسبه 100% قد نزيد كمان عن 100%. طيب سياده اللواء، اكيد التكلفه والتمويل هي الشغل الشاغل لكم جميعا المسؤولين في مجلس الاداره بقياده كابتن الخطيب والاجهزه التنفيذيه في النادي. عايزين نعرف اكيد حجم المشروعات اللي شايفينها سواء في الفيديوهات اللي بتذاع او في اللقطات والصور اللي بنشوفها وبنستعرضها على الشاشه دلوقتي، محتاجه مبالغ ضخمه جدا ومحدد لها ميزانيه ضخمه جدا. انا بطمن سيادتك ان بالنسبه للتمويل التمويل متواجد، وكل مشروع له ميزانيته متخطط لها قبل ما نبتدي، يعني تم توفير الميزانيات قبل ما نبتدي بحيث ان احنا المعدلات تتنفذ وما نتعثرش لاي سبب من الاسباب. فانا بطمن سيادتك وبطمن الساده المشاهدين ان التمويل موجود وما فيش اي مشاكل بالنسبه لهذا الموضوع تماما. نعم. لان مش دي احنا هذه الامور متخطط ليها قبل ما يبتدي الشغل في هذه المشروعات. اخيرا سياده اللواء حسن مسعود مدير فرع مدينه نصر، اهميه اللقاءات المباشره وجها لوجه مع قيادات النادي واعضاء مجلس الاداره لحل اي مشكله بتظهر خلال سير العمل ولاتخاذ كل القرارات، يعني زي ما بنقول دايما واحنا في موقع الحدث نفسه، اهميه هذه الزيارات الميدانيه والجولات اللي بيقوم بيها اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره. بالنسبه لهذا الموضوع بان الاستاذ اعضاء المجلس الاستاذ رئيس المجلس قبل ما نبتدي اي حركه قعد مع الاجهزه التنفيذيه بتاعت النادي الاداره التنفيذيه وناقش ما هو ايه المشاكل، ايه الصعوبات، ايه السلبيات، ايه يعني ما هو المطلوب، واتكلمنا معاه بكل صراحه في كل صغيره وسمع بكل صغيره وكبيره مننا وحللنا حاجات كتير جدا الحمد لله. ثم ابتدينا اثناء المرور، مش عايز اقول لحضرتك مدى حب وعشق الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الكابتن الخطيب، لدرجه ان احنا يعني كنا بنتحرك مش عارفين نمشي من كتر التفات الاعضاء حوالين الكابتن رئيس النادي وحبهم، ويعني مش عايز اقول لك والهتافات اللي كانت بتهتف له، وحاجه يعني حاجه رائعه ان التفات اعضاء الجمعيه العموميه حوالين رئيس النادي ومجلس الاداره، وده دايما النادي الاهلي معروف بكده حب وانتمائه للكيان والمجلس الاداره. بشكرك جدا اللواء حسن مسعود مدير فرع الاهلي في مدينه نصر، بشكرك على المشاركه معنا، شكرا جزيلا. ويمكن كان اكد في